لا تنسى الاشتراك في القناة ومن ثم تفعيل الجرس، وأيضا ادعمنا باللايك. تبقى الحمراء تبقى الاستواء. بالنسبه للتحضيرات راهي تجري في يعني جو مليح، رغم انه يعني لو نرجع للمباراه الماضيه انا نظن من الناحيه المعنويه الفريق يعني ربح ثقه، شفنا باللي كانت ردت فعل ايجابيه، ولو انه من ناحيه النتيجه تمنينا لو يعني نفوزوا مقارنه يعني بالمردود تاع الفريق واللعبه اللي لعبناها، يعني كنا حابين ونقدر نقولوا نستاهلوا يعني الثلاث نقاط، ولكن الحظ ما ساعفناش وين تلقينا هدف في نهايه المباراه اثرت نوعا ما بطبيعه الحال علينا، ولكن الشيء اللي كما قلت لك دون ساتيسفاكسيون توجور، يعني دائما يمد يعني حاجه يعني تبشر بالخير في المستقبل ان شاء الله تاع الفريق هذا، انه اللاعبين بينوا يعني بانهم قادرين يكونوا احسن وافضل نظرا للامكانيات اللي عندهم من قبل بالك الشكل اللي دخلهم، ولا نقولوا سوء الحظ ولا الوضعيه تاع الفريق بصفه عامه ما خلاتهمش يعني يعبروا على امكانياتهم، وين دخل الشك نوعا ما خلاهمش، ولكن الان نظن بعد العمل اللي عملناه خاصه من الناحيه المعنويه مع اللاعبين هادو انا نقول باللي ان شاء الله الفريق هذا يقدر يكون احسن وافضل في المستقبل ان شاء الله. طبيعة الحال حنا كنا نتمنى وكل لاعبين يكونوا واجدين 100%، ولكن وخاصة اللاعبين اللي عندهم خبرة ويقدروا يعاونوا اللاعبين الشبان ولا اللاعبين الجدد، ولكن حنا لازم نتأقلموا مع الظروف الحالية. أنا نظن زيماموش مازال ما نسترجعوهش حتى يعني بعد المباراة هذه إن شاء الله. بالنسبة لكودري مازال يعني فيه شك أنه يقدر يكون واجد ولا مازال، ولكن حنا نحاولوا نحضروا الناس كامل كل اللاعبين اللي نحتاجوه نتكلوا عليه يكون واجد ان شاء الله. المهم والاهم انه نمدوا قيمه للنقاط اللي بقات لنا للمباريات اللي بقات لنا باش نحسنوا يعني نتحسنوا من ناحيه الترتيب خاصه، ونحاولوا باش نفوزوا، لانه الفوز من الناحيه المعنويه راح يعاون بزاف. انا نظن اللاعبين راهم يعملوا راهم منضبطين الحمد لله، يعني من هذا الباب هذا شيء يخلينا نتفائلوا. تبقى ان شاء الله نتمنوا النتائج الايجابيه تكون وتتابع باش ان شاء الله نحسنوا نفوسنا يعني في المستوى وفي الترتيب تاع يعني، لانه لما نشوفوا كما قلت لك البوتنسيال يعني والامكانيات تاع اللاعبين حاليا انا نظن قادرين نكونوا احسن وافضل ان شاء الله. انا نظن اللي قلت لك فوسا ضابطي حاجه الاولى لازم نتاقلموا مع هذا الوضع هذا. ثانيا مولودية وهراني سافر مليح، المباريات اللي راهو يلعبها خارج الميدان يلعبها باريحيه مقارنه يعني المباريات اللي راهو يلعبها داخل الديار. نظن بالك يلعب بضغط داخل الديار مع المناصرين تاعهم، ولكن على يعني لما يسافروا نظن المباريات اللي لعبوها خارج الديار كامل يعني عبروا مليح، وكانت يعني كانت مباريات اللي عندها مستوى لاباس به من الناحيه الدفاعيه وحتى من الناحيه الهجوميه. حنا بطبيعه الحال من جهتنا لازم نحضروا لهذا الشيء هذا من كل جوانب. الفريق الخصم بطبيعه الحال لازم نقراوه مليح ونعرفوا نقاط القوه ونقاط الضعف تاعهم باش نعرفوا كيفاش نواجهوهم وكيفاش نكونوا حتى حنايا في المستوى ان شاء الله في هذه المباراه ان شاء الله. طبيعة الحال احنا كما يقول لك كرة القدم يعني ستان سبيكتاكل كما نقولوا حنايا، وكما يكونش جمهور في حد ذاته ما عندهاش يعني ذوق وما عندهاش قيمة كما يكون الملعب مكتظ ولا هذه هي، ولكن انا نظن الظروف الحالية تحتم على هذا الشيء، وهذا كما يقول لك كرة القدم راهي لعبة، ولكن الصحة تاع الإنسان ولا حياة الإنسان عندها قيمة أكثر وكذا، ولهذا لازم تقبلوها إن شاء الله. نتمنى في أقرب وقت يعني
في أقرب وقت يكون هذا المشكل هذا تحل إن شاء الله، باش إن شاء الله نشوفه، يعني أرانا نشوفوها فيها في العالم، يعني مش غير هنا في الجزائر، ولكن هذه كما يقول بارميزير دي سيكوريتي لازم تكون هذه الأمور هذه لازم تقبلوها، وللأسف هذه هي الوضعية، وهذا واش نقدر نقول لك من هذا الباب. هذا نظن أراهم في أرياحية نوعا ما، لأنه رسميا هذا يعني سيربورت أراه رسميا يعني المالك الجديد تاع النادي هذا، ومن ناحية المادية يعني ما راحش يكون مشكل، هي قضية وقت برك، وإن شاء الله يعني المشاكل كامل تحل إن شاء الله. بالنسبة للأهداف، أنا الهدف الأول تاعي اللي راني هنا أني نعمل إن شاء الله مع الـ يعني الاستاف تاعي، مع اللاعبين، مع المسؤولين كامل، نديروا اليد في اليد باش نحاول نخرجوا هذا الفريق من الأزمة هذه، خاصة أزمة النتائج اللي راو فيها. هذا هو الهدف الأول، من نهاية الموسم إن شاء الله نكونوا في مرتبة مريحة إن شاء الله. هذا هو يعني الشيء اللي رانا يعني لهنا على جالو، إن شاء الله ربي يوفقنا إن شاء الله، ونكونوا في المستوى ونأديوا يعني العمل تاعنا كما لازم الحال، والمستقبل إن شاء الله نعاد كان في حديث إن شاء الله على المستقبل بإذن الله. شوف هذا الشيء انا مانيش يعني ما عنديش المعلومه رسميه، لو انت نقدر نتكلم لك على الشخص على ولا على اللاعب لي جوار اللي كان عن طريق يحيى، شخصيه يعني لعاب مد للفريق الوطني، شخصيه معروفه، انا نظن عنده خبره كبيره في الاخر، يكون هو ولا انا نظن اللي يجي راح يمد بلوس، خاصه اللي عنده يعني عنده خبره في هذا الميدان هذا، ان شاء الله اللي يجي يمد كساسوا عن طريق يحيى ولا واحد اخر، اللي يجي للنادي لهنا باش يعمل ان شاء الله يكون في المستوى ويمد لو بليس اللي لازم. لو نتكلموا على الشخص يعني الحمد لله يعني انسان اللي متربي والفاميليا الميتريز هذا لو كوتي هذايا تاع الاخر، سي تان اونسيان جوار، الى في ان كارير يعني لاباس بها، والناس كامل تعرف هذا الشيء هذا، اذا شافوا باللي الانسان هذا يقدر يكون في المنصب هذا وراح يمد الزياده للفريق ولا للنادي بصفة عامة، لما لا مرحبا به، وعن طريق يا خونا ويبقى خونا دائما وما كان حتى إشكال. معليش أنا الحاجة اللي نقدر الأنصار، أنا نظن دائما كانوا في المستوى، أنصار اتحاد العاصمة كانوا زيتي توجور أن إكزومبل، كانوا دائما في المستوى. الحاجة اللي ما نحبهاش أنا شخصيا، لأنه الاتحاد نتبعه رغم أني كنت بعيد، ولكن كنت دائما نتبع، يعني الحاجة اللي ما نحبهاش أنه يتقسموا ويوليوا يتبعوا هذا يتبع فلان، هذا يتبع فلان، هذا اتحاد العاصمة يحتاج للمناصرين تاعه كامل باش يقفوا معاه، باش خاصة في وقت الشدة، في وقت الشدة ما لازمش ننقسمه، ما لازمش. الحمد لله اليوم يعني جات سيربورت يعني تكون راح تكون دعم كبير للفريق هذا، بمشروع كبير إن شاء الله، النادي هذا راح يكون في المستقبل إن شاء الله في أحسن ظروف من هذا الجانب هذا. نتمنى إن شاء الله المناصرين ما نديروش فرق، نحبوا ولا نكرهوا سيتون رياليتي أكتوالمو، يعني في الوقت الحالي كاين ناس راهم مقسومين، وهذا الشيء ما راحش يخدم النادي وما راحش يخدم المستقبل تاع النادي. نتمنى ان شاء الله الناس كامل يكونوا خاصة عندنا انصار اللي واعيين، عندنا انصار اللي عندهم مستوى ويقدروا يأثروا ايجابيين على هاد الامور هذه، ان شاء الله في المستقبل اليد في اليد الجميع باش هذا النادي هذا يكون في احسن حال، والمستوى تاعو يكون دائما يعني كما نتمناه ان شاء الله. يعطيكم الصحه، بارك الله فيكم، ربي يعاونكم.